هاي لي زامي، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. جيسبر تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم ما كتشوفوا لا فيديو ديالي. كيف ما شفتوا في العنوان، اليوم ستوري تايم، غير هو القصه اللي غنعاود لكم اليوم ماشي ديالي. الناس اللي تفرجوا في اخر ستوري تايم حتىش غيكونوا عارفين، الناس جداد مرحبا بكم. بديت واحد الكونسيبت جديد اللي هو كنعاود القصص ديال المتابعين ديالي. الا كنتو ديجا وقعت لكم شي قصه بغيتوا تبارطاجوها مع الناس، غادي نخلي لكم انستغرام ديالي هنايا، ما عليكم غير تعاودوها ليا في انستغرام ديالي فوكالات. ماشي ضروري تكون شي قصه كتخلع، تقدر تكون شي حاجه كتضحك ولا شي موقف محرج وقع لكم، عاودوه ليا وعاودوا لي بالتفاصيل وانا غادي نعاودها فلاشين ديالي الطريقه ديالي. فهاد الفتره لي زامي كتبت بعض الاحداث من القصه ديال مريم، حتى الصراحه سمعت القصه بزاف د المرات ولكن بما انها ماشي ديالي فما قدرتش نعقل على القصه كامله، وانا ما بغيت نقز لكم حتى شي حاجه من القصه ديال مريم، بغيت نعاودها كيف ما عاودتها ليا هي. ندخل لكم في القصه. القصه اللي غنعاود لكم اليوم هي القصه ديال مريم مع صاحبتها قمر المغيار اللي دوزت عليها العذاب في الكوليج. السلام عليكم، سميتي مريم، حاليا في عمر 24 عام. القصه اللي غنعاود لكم اليوم كانت وقعت لي فاش كانت عندي 14 عام. كنت كنقرا في 4 اني كوليج. كنا تحولنا انا ودارنا من فاس لوجده بحكم الخدمه ديال بابا، كنا كنتحولوا بزاف وكنت انا هي البنت الوحيده اللي عند دارنا. ماما كانت كتخاف عليا بزاف، واخا كنت كبيره كانت ماما ديما كديني وتجيبني من المدرسه. عمرني عقلت على راسي شي نهار مشيت ولا جيت بوحدي، ولكن الصراحه حتى انا كنت كنبان زوينه وكنت كنبان كبر من السن ديالي، كنت كنبان فاخره وعاطيه العين. المهم سكننا في وجده ودخلني بابا لواحد الكوليج ديال الدوله. دخلت كنقرا وما كنعرف حتى واحد، وحتى ماما ما كانتش كتخليني نكون علاقه صداقه نهائيا. فين ما كنت كنقولها بغيت يكونوا عندي صحابات كانت كتبقى تغوت عليا وكتقول لي انا هي صاحبتك، ولكن عمرني ما قدرت ندير ماما هي صاحبتي، حيت الصراحه كانت ماما قاصحه بزاف، هادشي علاش عمرني ما قدرت نديرها بحال صاحبتي. واحد المره تعرفت على واحد البنت سميتها قمر، بتخبي على ماما، كنا صحابات غير في المدرسه، من غير المدرسه كنديرو راسنا ما كنعرفوش بعضياتنا. قمر كانت هي اول صديقه ليا في حياتي، انا كنت كنقرا مزيان وهي كانت كسوله ومشاغبه بزاف، كنت ديما كنعاونها في الامتحانات باش تجيب مزيان، والنهار اللي كتكون فيه الحراسه بزاف وما كنقدرش نعاونها كانت كتبقى تعايرني وكتبهدلني. انا كنبقى غير ساكته وكنطلب منها السماحه وكنبرر ليها الموقف ديالي باش نرضيها وتبقى صاحبتي، حيت كانت كتبان ليا بحال شي كنز وما باغاش نخسرها. من بعد بدات علاقتي كتطور مع قمر، وبديت كنعاود لها اسراري واسرار دارنا، وكنت كل مره كنتناقش معها كتبقى تضربني باسراري قدام الناس، وكان كلشي كيبقى يضحك عليا وكان كيبقى فيا الحال بزاف، واخا هادشي كامل كانت عزيزه عليا بزاف وما كنتش باغا نخسرها. شويه ولاو تصرفاتها معايا مسمومين وكتبقى تامرني، والا ما درتش لها داكشي اللي بغات كدوز عليا العذاب، لدرجه واحد النهار كانت جالسه مورايا وحصلتها كتقطع لي شعري، وواحد النهار عاوتاني حصلتها كدير لي بلونكو في شعري. ماشي مره ماشي جوج كانت كدير التصرفات، كانت ديما كتجلس مورايا وكدير نفس الحركات، كل مره كنلقى شي حاجه في شعري وانا كنت كنسكت على هادشي كامل. ويمكن هذا هو الغلط اللي درته هو انني كنت كنسكت. اه اختي هذا هو الغلط اللي درتي هو انك كنتي كتسكتي، كون درتي لي انا كراس الاخت ما قطع لي شعري ويلي ويلي كره القمم اللي حاف شي خلع ويلي تقطع لي شعري مشات فيها مسكينه. نكمل لكم القصه على صافي. هذا الاد هذا الشيء حركني من اللي متلحمش الاد اللي كيكون مسموم بحركه لدرجه انه يادي شي واحد بهذا الطريق يقطع لي شعر. اختي باز لك انت انسانه صبوره بزاف، انا دير لي بحال هكا الله يسهل نحران حر الجمل نحران حر الجمل. نكمل لكم اللي زعما القصه، سمحوا لي خرجت على الاطار القصه ولكن راه عصبتني هاد البروشه ديال القمر الله يقالها. واحد المره كانت هي الاخرى بيني وبينها حتى كانت ماما ساقت الاخبار. واحد المره كنت في استراحه جات عندي قمر جابت لي ريبي محلول، قالت لي هاكي هاد ريبي شريتو ليك، وانا حيت مكلخه وما عارفاش داك ريبي كان فيه المعجون. انا من بعد ما شربت هذاك ريبي بديت كنحس براسي ماشي هي هادي، وكنحس بالدوخه واي حاجه كنضحك عليها، واخا تكون شي حاجه تافهه كنضحك عليها. ديك العشيه كنوقع عليا بزاف المشاكل مع الاساتذه بسبب داك الضحك اللي كنت كنضحك، انا ما كنتش في الوعي ديالي وهي كانت كتبقى تضحك عليا هي وصحابها. هي هذيك وصلت 6 ويصوني الجراس خاصني نخرج، وكيف العاده ماما مع 6 واقفه ليا قدام باب المدرسه. خرجت عند ماما في ديك الحاله انا غير كنضحك ودايخه وكندير شي حركات غرابين وما عقلاش على راسي. ماما شافتني في ديك الحاله عاقت بيا داتني للدار، بقات كتغوت عليا كتغوت عليا وانا غير كنضحك كنشوف فيها. شويه جاني نعس وانا نعس، من بعد فاش فقت في الوعي ديالي وبديت كنتفكر داكشي اللي وقع ليا، ما لقيت ما ندير من غير انني نعاود لماما. عاودت لماما داكشي اللي وقع ليا مع ديك البنت من اول نهار تعرفت عليها فيه حتى لذاك النهار المنحوس الكحل. كيف ما قلت لكم ماما كانت قاصحه بزاف، ما حاولاتش تفهمني، بقات غير كتغوت عليا وعطاتني قتله ديال العصا، وعيطت لبابا حتى هو غوت عليا بزاف. جلسوني من القرايه وكان هذاك هو اخر عام ليا في المدرسه. بزاف ديال المرات فكرت في الانتحار حيت وليت كنحس براسي عايشه في حبس وانا ما دايره والو. شحال بقات فيا هاد البنت مسكينه داز على العذاب بصراحه.
ولكن الحمد لله قدرت نصبر مورا داك العام، درت سونتر، قريت الفندقه، وانا دابا خدامه الحمد لله. وكانت هذه هي القصه ديالي، جيسبر تكونوا خديتوا منها العبره وما تيقوا في حتى واحد. شحال لقات هي هذه البنت مسكينه صراحه، داز عليها العذاب، وانا متاكده بلي بزاف البنات كيوقع عليهم بحال هكا. كانت هذه هي القصه ديال مريم لا زامي، جيسبر تكونوا خديتوا منها العبره. البنات اللي كيوقع عليهم بحال هكا في المدرسه، انا الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لكم هي ما تسكتوش على حقكم. شوفوا كيفاش حياتها مسكينه تدمرات، ولكن ماشي مشكل، ربي كبير. كانت هذه القصه ديال اليوم على زامي، جيسبر تكون عجبتكم، جيسبر تكون عجبتكم الطريقه باش عاودتها لكم. جيسبر تشوف مريم هاد لا فيديو ديالي وتقول لي واش قدرت نوصل القصه كيف ما هي بغات توصلها لكم. وصافي هادشي اللي كان لي زامي، كيف ما قلت لكم حتى نتوما الا كانت عندكم شي قصه باغين تبارطاجيوها مع الناس، ها هو انستغرام ديالي هنايا، دخلوا عندي الانستغرام وعاودوها ليا، وانا غادي نبارطاجيها معكم في يوتيوب بطريقه ديالي. وباي باي، نتلاقاو في القصه الجايه. باي باي.